الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه في الدارين آمين. الباب الرابع من الكتاب 29، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. الصائل هو المعتدي بغير حق، يبقى الصائل هو المعتدي بغير حق. إذا اعتدى إنسان على إنسان بغير حق فدفعه المعتدى عليه فجرحه أو قتله فهو هدر، واضح؟ لا قصاص عليه ولا دية، لأن اعتدائه بغير حق أهدر دمه وأهدر جرحه، واضح؟ يعني واحد هجم عليك يريد أنه هو يضربك، فأنت بتدافع عن نفسك فخزأت عينه، ضاعت عينه، ما تدفعش نص دية، هو العين فيها نص دية، فهم؟ أو مثلا إيه؟ بيعتدي عليك فرحت دفعته كده واديته في سنانه فكسرت له سنتين، معروف مفيش دية، السنة ديتها 5 جمال، دية السنة الواحدة 5 جمال، فهم؟ فمعلوش حاجة. طب بيعتدي عليك عشان يقتلك فانت قتلته، مش قصاص ودمه هدر ولا دية، فهمت؟ ادي معنى الصائل، يعني المعتدي على انسان بغير حق سواء اعتدى على نفسك لقتلك او على عضوك لجرحك، فهمت ازاي؟ اذا دفعته فاتلفت نفسه يعني قتلته او عضوه تبقى ايه؟ لا ضمان عليك، يعني هدر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 59 بعد 404,000، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر اللي هو مين؟ غندر، اوعى تنساه، غندر اللي هو راوي شعبة، فاهم؟ ده موجود في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي ابي داود، مشهور، فاهم؟ محمد بن جعفر اللي هو غندر. قال حدثنا شعبه، وشعبه زوج امه وشيخه، شعبه ابن الحجاج زوج امه وشيخه، كويس؟ يعني رباه، هو اللي رباه، كان ربيب شعبه، وهو اللي سماه غندر، بيدلعه يعني. احنا المصريين يقول لك ايه؟ ماشي يتغندر، يعني يا متدلع، يعني غندر يعني يا متدلع او يا مشاغب، لانه كان يشغب عليه في الدرس ويكتر عليه الاسئله يزهقه، فقول له اقعد يا غندر، فاهم؟ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن قتاده عن زراره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن منبه أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، عض أحدهما صاحبه يعني إيه؟ يعني أدخل أحدهما يده في فم صاحبه فالآخر عضه، يعني أغلق أسنانه على إيه؟ أصابعه، فراح التاني نزعها كده فنزع معها أسنانه، فهمت؟ ابن، انا قلت يعلى ابن منية، انا قلت منبه، لا يعلى ابن منية.
قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته. ثنيته اللي هي ايه؟ اللي هي مقدم الأسنان، اسمها الثنية. عندنا ثنيتان عليتان وثنيتان سفليتان، يبقى عندنا أربع ثنايا، اثنين عليا واثنين سفلى. فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. فاهم؟ يعني امال منتظر منه ايه؟ يسيب ايده جوه ايه؟ جوه فمك تعضها له يعني؟ يعني انت منتظر منه ايه يعني؟ يعني لو انت ايدك جوه فمه بيعضها، انت هتعمل ايه؟ هتسيبها له؟ ولا هتنتزعها؟ هتنتزعها، فهو عمل اللي انت كنت هتعمله. لو كنت في مكاني هيعمل زيك. انت ليه اصلا عضيت عليه زي الفحل؟ هو انت ايه، جاموس؟ هو انت ايها الانسان صرت كالفحل كالجمل الهائج؟ انت انسان مكرم تفعل فعل الحيوانات. فاهم؟ ادي كلام النبي: ايعض احدكم كما يعض الفحل؟ فاهم؟ لا دية له، يبقى لا ضمان عليه. وكانت الدية في الايه، في السنه ايه، خمس جمال فيها. وعن ابي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن ابي قال: حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن عمران بن حصين ان رجلا عض ذراع رجل فجذبه، جذبه وجبذه بمعنى واحد، جذبه وجبذه تنفع بمعنى واحد، فسقطت ثنيته فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطله وقال: اردت ان تاكل لحمه؟ ابطله يعني جعله هدر يعني جبار، يبقى ابطله يعني ايه، اهدره يعني لا دية فيه. وعن أبي قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى ابن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقدمها كما يقدم الفحل؟ والقدم هو العض بأطراف الأسنان، يسموه القدم. إنما العض يكون بالأضراس، يبقى لو بالأضراس يسموه عض، ولو بأطراف الأسنان يسموه قدما. عشان كده النبي يقول ايه، عضوا عليها بالنواجذ. مش كده؟ ايه هو اللي يعني عض عليها بالنواجذ؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتمسك بها، لان الانسان اذا ايه عض على شيء بنجذه يصعب اخراجه، تمسكوا بها يعني. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثنايا، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذهب إيه يطلب قضاء النبي يعني فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمري أن أمره أن يدع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها، يعني اعمل، طب خلي نفسك مكانه، يعني كان النبي يقول: طب حط نفسك انت مكانه، حط ايدك كده جوه بقه كده وخليه يعضها، هتعمل ايه؟ هتنتزعها. هو عمل اللي انت هتعمله، فكيف تطلب منه ايه دية؟ فهمت بقى؟
كأن النبي بيبين علة حكمه، كيف أهدرها، لما أهدرها، لأن ده التصرف طبيعي، ده التصرف طبيعي أي إنسان هيتصرف. فاهم؟ وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه، يعني الذي عضه، قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدمه كما يقدم الفحل. يبقى دائما إيه، كأن النبي بيستنكر عليه هذا الفعل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك، قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر، بس هو ناسي يعني مين اللي عض مين، لكن مش مشكلة نحدد مين اللي عض مين. احنا عرفنا على طول ان المعتدي اذا دفع اعتداؤه فأدى دفعه الى فقد نفسه او عضوه ان عضوه ونفسه هدر. هو المهم الحكم، مش المهم معرفة اسماء مين اللي اعتدى على مين. يعني المهم تقرير الحكم. فانتزع المعضود يده من العض فانتزع احدى ثنيتيه فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته. وعن ابي قال وحدثناه عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد نحوه. باب اثبات القصاص في الاسنان وما في معناها. مش ربنا بيقول السن بالسن والجروح قصاص والانف بالانف والاذن بالاذن، مش عايل كل ده؟ يبقى ايه يثبت فيها ايه، القصاص او الدية. يبقى القصاص او الدية على سبيل التخيير ان كان معتدي، وان كان خطأ يبقى لا يثبت القصاص، يثبت الدية فقط. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع فقالت أم الربيع، خد بالك الأولانية الربيع وهنا الربيع أم الربيع، فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، كأنها بتحلف ثقة في الله إن هم حيعفوا عن القصاص ويقبلوا الدية، مش اعتراض على الحكم، ده إيه ثقة في الله إن هم إيه ما يجرحوهاش كما إيه كما جرحت هذا الإنسان. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، كأنها بتقول يا رب يعني لا تجعل في حقها قصاص وإيه وحنن قلوب هؤلاء فيقبلوا الدية وندفع لهم الدية وخلاص اتحلت المشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، هو كده لازم هخيرهم، كتاب الله يعني حكم الله، ادي معنى كتاب الله يعني شرع الله. الجروح قصاص اي كده، القران بيقول الجروح قصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع، يعني بتحلفي على حاجه انت ما تعرفيش هم هيختاروا ايه قبل ما هيختاروا. فالنبي بيقول سبحان الله تعجبا،
سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله؟ قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني ربنا برضو إيه جعلها لا تحنس ويحنن قلوب إيه المعتدى عليهم فقبلوا الدية وتنازلوا عن حق القصاص. باب ما يباح به دم المسلم. الأصل إن إيه؟ الأصل في الدماء الحرمة، والأصل في الأموال الحرمة، والأصل في الأشياء الإباحة. فهمت؟ الأصل في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض اللي هي الأبضاع الحرمة. طب والأصل في الأشياء التانية بقى؟ الإباحة. باب ما يباح به دم المسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهذا يدل على أن المحصن الزاني يقتل، وهذا دليل القتل المحصن الزاني من إيه؟ من السنة، لأن في ناس تنكر حد الرجم ويقولون أن الزاني يجلد مطلقا سواء كان بكرا أم ثيبا. في بعض الناس تنكر حد الرجم وهذا خطأ بسبب جهلهم بالسنة الشريفة. واضح؟ أول واحد الثيب الزاني، الزان كده بغير إثبات الياء، الثيب الزان، وفي روايات الزاني بإثبات الياء روايتان، وبهما قرئ في إيه؟ القرآن أيضا بإثبات الياء وإيه وعدم إثباته. أبس المسلم لا يحل دمه إلا في الثلاثة دول. طب وغير كده؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنبي قال كده، مش كده برضه؟ تفضل حرام على طول إلا لو ارتكب هذا، ولو ارتكب إحدى الثلاث اللي بيحل دمه القاضي مش المسلم العادي. اللي يحل دمه مين؟ القاضي، لازم بحكم قضائي مش أنا اللي يحل دمه. واضح؟ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس. عشان كده أخذوا بالحديث ده وقال لك إن الذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر، والعبد يقتل بالحر والحر يقتل بالعبد، وده مذهب الأحناف. فهمت؟ والجمهور قال لك لا، الحر لا يقتل بالعبد، والرجل لا يقتل بالأنثى. فلو قتل رجل أنثى يدفع الدية لكن لا يقتل بها، لأن الرجل يدافع عن الحي وعن الناس والأنثى لا تدافع، فلا يستويان من حيث الوظيفة لا من حيث كونها نفس. يبقى مذهبان، والمذهب اللي يوافق العقلية المعاصرة هو الأحناف، عشان ما تزعلش الستات. هتيجي تقول الجمهور بيقولك إن لو رجل قتل امرأة لا يقتل بها ويدفع الدية، لكن لو امرأة قتلت رجل تقتل به، النسوان يزعل؟ ما يعملوا لك مشكلة. نقول لهم خلاص مذهب الأحناف بيقول النفس بالنفس، ما تزعلوا، تزعلوش، النفس بالنفس سهلة. يعني الحكاية سهلة، ديننا واسع وجميل حتى لا تفتنهم عن دينهم. فهمت؟ هم بيقولوا كده على طول. الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه به قال والتارك لدينه المفارق اللي هو المرتد، ولا يقتل المرتد إلا بحكم الحاكم بعد مراجعته واستتابته وإصراره. ومدة الاستتابة خلاف كبير، بعضهم جعلها 3 سنين وبعضهم جعلها 3 أيام وبعضهم جعلها 5 سنين. مش على طول كده هات واعمل زي ما السلفنجية عملوا في حسن شحاتة،
هناك في كفر ابو مسلم، في حين اننا لا نكفر حتى الشيعة، لا نكفرهم، نعتبرهم فئة ضالة من المسلمين، لكنهم ليسوا كفارا، عشان تعرف بس ايه جهل السلفية في افعالهم. يبقى المفارق ايه؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة، ويقصد بدينه هنا الاسلام، دين الحق. لكن لو واحد يهودي تنصر ملناش دعوة، واحد نصراني تهود ملناش دعوة، فهمت؟ لكن احنا بس لو واحد مسلم ترك دينه يقبض عليه الحكم، تعال هنا، ايه اللي خلاك تكفر يا ابني ما انت كنت مسلم حلو؟ يقول اصل الموضوع كذا وكذا، يقوم يجيب له لجنه من العلماء تراجع الشبهه اللي جايه، ويدي له فرصه يوم واثنين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه، فهمت ازاي؟ واختلف العلماء في تحديد هذه المده كمان، بعضهم جعلها 3 سنين، بعضهم جعلها 3 ايام، وبعضهم جعلها 3 اسابيع، وبعضهم 3 شهور، وبعضهم 5 سنين. موضوع كبير مش سهل، لان ده في قتل نفس. فان تاب وعاد الاسلام خلاص بها ونعمت، فان استمر واستقر على ما هو عليه بعد مده استتابته اللي هي المختلف فيها اصلا، فهمت ازاي؟ يعني الحاكم له ان يطيل مده الاستتابه كيف شاء، يعني ليست فيها حد محدد معتبر، فللحاكم ان يطيل مده الاستتابه حتى العمر كله. شوف قد ايه، يقول لك سيبوه يمكن يراجع نفسه، نسيبه قد ايه؟ سيبوه خلاص. شوف قد ايه الى هذه الدرجه. لكن الوهابيه ما تفهمش هذه المعاني، فكرهوا الناس في دين الاسلام، فهمت؟ لو فهموا وتفقهوا، الاسلام دين من اجمل الاديان ومن افضل الاديان، حتى ان الكفار فرحوا بحكم الاسلام فيهم وهم مش مسلمين على مر العصور، لما طبقه الصحابه بالفهم الصحيح بقت الناس تتسابق في الدخول في حكم ايه؟ الاسلام، وهم مش مسلمين. وعن ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لاحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى عشان أقول أنه مسلم أنه بيقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. طب الشيعة ما بيقولوا كده، يبقى خلاص معصوم الدم، خلافا للوهابية يقتل الشيعي ولا يقتل اليهودي، الوهابية كده تصور، ويقول أن الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود. انظر إلى الضلال المبين، شيء عجيب. اللي هيحكم بين المسلمين وطوائفهم وفهمهم الصواب والخطأ ربنا، لكن كلهم معصوم الدم، كل فرق المسلمين معصوم الدم، لأن كل فرق المسلمين بتقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص يبقى بقوا معصوم الدم ولا يحل دمهم إلا بإحدى 3 كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يريدون أن يقاتلوا ويقتلوا من خالفهم في المذهب، من خالفهم في المذهب. انظر إلى ضيق الأفق قد إيه. فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم، وهنا رجل يعني مكلف، تدخل فيها المرأة والايه؟ والرجل. يبقى الرجل هنا ليس المقصود الرجولة، ولكن المقصود بها المكلف. وفي قول أن المرتدة لا تقتل أبدا، وهو رأي الأحناف. ليه؟ أخذوا هنا الرجل بمعنى الذكر، وقالوا لأن المرأة حتى لو ارتدت لا يخاف منها شوكة، إنما الرجل لو ارتد ممكن يقوي أعداء الإسلام في الحرب وينضم إليهم فيحارب المسلمين، فهمت؟
يبقى في علماء قالوا ان المرتده لا تقتل على روايه رجل، وفي علماء تانيين قالوا لا، لو لها شوكه تبقى حكمها حكم الرجل، وان النبي قال هنا رجل يقصد بها المكلف. يعني المساله فيها مناقشات كبيره وليس راي واحد والفهم واسع، فهمت؟ فقال والذي لا اله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ثلاثه نفر: التارك الاسلام، المفارق للجماعه او الجماعه. يعني المفارق الجماعه او المفارق للجماعه. شك فيه احمد. والثيب الزاني، جم باثبات الياء هنا في الروايه الاولانيه ما كانش فيها اثبات الياء. والثيب يعني المحصن الذي سبق له الدخول بعقد صحيح، ادي تعريف الثيابه او الثيوبه، يعني ان يدخل يثبت له الدخول بعقد صحيح ولو مره صار ثيبا. طب لو عقد فيه شبهه يبقى ايه؟ لا تثبت فيه، يفضل بكر. واضح؟ لازم عقد صحيح. والدخول عند الاحناف مجرد الخلوه، ثبت الدخول. وعند الجمهور الجماع وليس الخلوه فقط. والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. باب بيان إثم من سن القتل. سن القتل يعني ايه؟ جعله طريقة متبعة. يبقى سن الشيء يعني جعله طريقة متبعة. فأول من سن القتل مين؟ ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عندما اختلف معا. وكانت البشرية ما تعرفش إلا أنها تقتل الحيوان بس للصيد للأكل. ما كانتش تتصور أن ممكن إنسان يعتدي على أخيه. غير متصورة أصلا، مستبعدة تماما. فاهم؟ فلأول مرة في تاريخ البشرية إنسان يعتدي على أخيه كما يعتدي على الحيوان، فبقت مشكلة كبيرة، وكأنه لفت انتباه البشر إلى طريقة لم تخطر على بالهم، فصار بعد ذلك كأنه سن هذه السنة السيئة. فهمت؟ باب بيان إثم من سن القتل. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لانه كان اول من سن القتل. وده يوافق حديث ايه؟ من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه، لا ينقص من اوزارهم شيئا، ربنا يسلمنا. فكونوا محضر خير ولا تكونوا محضر شر. لان الانسان ممكن يقول كلمه خير الناس تعمل بيها الى يوم القيامه، يقوم ياخد ثواب وهو نائم في قبره. وممكن يقول كلمه سوء تراق بها الدماء وهو جالس في بيته ويكون شريك في هذه الدماء. فناخد بالنا من مثل هذا. وعن ابي قال: وحدثناه عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لانه سن القتل لم يذكر اولا. باب المجازات بالدماء في الاخره وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. معلوم أن الإنسان عليه حقوق فيما بينه وبين الله وحقوق فيما بينه وبين الخلق. في الحساب الحقوق التي بينه وبين الله أول ما يقضى فيها الصلاة، أما الحقوق التي بينه وبين الناس أول ما يقضى فيها الدماء.
وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يعني في الحقوق اللي بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن في حديث وارد أول ما يقضى فيه إيه الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، يعني في الحقوق التي بين العبد وبين ربه، يبقى فيش تناقض، يبقى الحديث ده بيتكلم على موضوع والحديث ده بيتكلم على موضوع، فالسنة لا تناقض بعضها البعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالسنة من عند الله والقرآن من عند الله. والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هنا هو القرآن والسنة. في ناس كتير متصورة الذكر هنا هو القرآن بس، ويقول لك بلاش السنة عشان السنة دخلها الموضوع غلط. السنة حفظت كما حفظ القرآن، ونشأت علوم كثيرة لحفظ السنة. علوم كثيرة، علوم متعلقة بالرجال والأسانيد وضبط الرجال ومعرفة إيه العلل الحديث ومتن الحديث وعلل الأسانيد واتصال الأسانيد وانقطاع الأسانيد وأحوال الرجال، علوم كثيرة من أجل إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فالذكر هنا هو القرآن والسنة، لأن القرآن بغير السنة يصعب تنفيذ أحكامه. ربنا بيقول لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب كيف تنفذ هذا دون أن تعلم الصلوات بكيفيتها كما قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا تستطيع، لو لغيت السنة لا تستطيع أن تؤتي زكاة ولا أن تحج البيت، يقول خذوا عني مناسككم، فهم؟ فلا بد من السنة لتنفيذ الأحكام. فيبقى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون اللي هو القرآن والسنة، الذكر هنا هو القرآن والسنة وليس القرآن فقط، وهذا خطأ شائع في أذهان العامة فيجب تصحيحه في خطب الجمعة ليل نهار حتى تخرج أجيال تحترم السنة، بعدما خرجت من أوسطنا أجيال لا تحترم السنة وتنكرها، فدي نقطة مهمة. لسه امبارح أنا كنت في البنك بصرف فلوس، مدير البنك بيتناقش مع إيه أحد الموظفين، وأنا طبعا بصرف، أنا سامع المناقشة جوه وأنا واقف على الشباك، قال يقول له بس ده حديث ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الذكر القرآن، الحديث ممكن يدخل له شوائب، فهمت ازاي؟ مدير البنك بيقول كده، بيقول ان نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، وانت بتقول لي حديث والحديث ممكن عمره ما يبقى بوزن القرآن، لا اذا صح له وزن القرآن من حيث التحليل والتحريم وصدق الخبر، لا من حيث التعبد بتلاوته بل من حيث التعبد بمقتضى معناه، فهو ليس كمثل القرآن من جهة ومثل القرآن من جهة، فهمت ازاي؟ يبقى هو ليس كمثل القرآن من جهة التعبد بتلاوته او صحة الصلاة بقراءته، ولكن مثل القرآن من حيث العمل بمقتضى ما فيه من احكام، فهمت بقى ازاي؟ فدي نقطة مهمة. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل. الأعمش اللي هو اسمه إيه؟ سليمان بن مهران. شوف سلسلة الإمام البخاري ومسلم دول ذكرهم تتنزل بهم الرحمة، اعرف كده أسماءهم كده مجرد تذكرهم تتنزل الرحمة، لأن هم دول أوثق الرجال اللي حملوا لنا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه جميعا. وحاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله مين في طبقة الصحابة؟ ابن مسعود، لأن العبادلة في الصحابة كتير، لكن في طبقة الصحابة ما يقولك عبد الله ويسكت أقدامهم في الإسلام لو عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يوم يجي الراجل اللي بينكر السنة يقول لك شوف
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الصلاه فان صلحت صلح عمله، وبعدين يقول لي في الدماء، هي الصلاه ولا الدماء؟ في تناقض، السنه فيها تناقض، يبقى بلاش السنه. شوف الطريقه، في ناس بتفكر بهذه الطريقه. في حين ان يقضى بين الناس يعني في حقوق الناس الدماء، انما الصلاه في حقوق الله. فدي بتتكلم في موضوع اذا انفكت الجهه ارتفع الخلاف. فهمت ازاي؟ لابد انك انت تفك الجهه الاول عشان ترتفع الخلاف. عشان كده علماء الازهر بتوع زمان بتوع الاصول، علماء الاصول يقول لك لابد من تحديد ايه؟ تحديد ايه؟ حد النزاع. لازم تعرف حد النزاع فين؟ احنا بنتنازع على ايه الاول؟ نعرفه الاول عشان تبقى الجهه واحده. فاذا اتحدت الجهه نقعد نتناقش. فيجوا في كتير من الامور الخلافيه يجوا يحددوا الجهه يلاقوا الجهه منفكه، فيتضحوا في الاخر انهم كانوا متفقين. ده يقول له ده كان قصدي كذا، الثاني يقول له كان قصدي كذا، يقول له انت عندك حق وانت عندك حق. طب سلام عليكم، مفيش خلاف. فهمت ازاي؟ يبقى اذا ارتفعت اذا انفكت الجهه ارتفع الخلاف. دي نقطه مهمه. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي، كلهم عن شعبه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله، غير ان بعضهم قال عن شعبه يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. شوف بين الناس مش بين الله والعبد عشان ما يبقاش في تناقض. يبقى الله سبحانه اول ما يحاسبك ينظر في عملك ايه المتعلق بحقوق الله، ايه ينظر في الصلاه الاول، اذا صلحت صلح سائر عملك المتعلق بالله بحقوق الله. واول ما ينظر في حقوق العباد ايه؟ ما انت اصل انت برضو اذيت واحد وضربت واحد وكشرت في وش واحد وخدت مال واحد. فهمت ازاي؟ واحتقرت واحد وجرحت واحد وقتلت واحد. فاول ما يبتدي يشتغل في الجروح والنفوس. قتلت كم واحد وجرحت كم واحد؟ ربنا ينجينا، احنا جراحين كل يوم بنجرح. ربنا ينجينا يا رب من مهنتنا. مشكلة. وعشان كده انا لما بعلم تلامذتي في الجراحة اقول لهم لا تجرح انسان الا اذا كان محتاج هذه الجراحة، والا وقعت في الاثم. يعني لو ممكن علاجه بغير جراحة وعلاجه بجراحة تختار العلاج غير الجراحة. فان جرحته وفي وسيلة اخرى لغير الجرح وانت تعلمها من اجل علشان تعمل عملية وتعمل بزنس وتقبض فلوس، تبقى كده وقعت في الاثم. والله يقضي يوم القيامة يقول لك جرحت عبدي دون ايه؟ دون وجه حق. فهمت؟ لأن أصل مهنة الجراحة حرام ولا تجوز إلا للضرورة. أصل المهنة كده محرمة لأن الجروح قصاص ولا يحلها إلا الضرورة. فهمت بقى إزاي؟ فدي نقطة مهمة. فربنا ينجينا وإحنا جراحين كده، ربنا ينجينا نروح نيجي يوم القيامة نلاقي 1000 عيان واقف جرحناهم بلا حق عشان كان ممكن يتعالجوا بطريقة أخرى. فعلى الجراح والطبيب ان هو يتقن صنعته ويصدق في نصحه للناس حتى لا يقع في اسم جرح الناس بغير حق. ونقف على باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد